عشان بس أن أرتب لك الأفكار إيه اللي حصل في هذا التاريخ بالذات. وده إحنا كنا مصيرنا كان مخطط لينا مصير أربع دول حصل فيهم حاجة كلهم على بعض، كل دولتين شبه بعض. مصر كان مخطط إنها تبقى واحدة منهم، بل هي كانت بؤرة الزلزال. تمام؟ كان مخطط لمصر إن هي يتفرض عليها حظر جوي زي ما حصل في العراق وفي ليبيا. الحظر الجوي ده حصل إزاي في العراق بداية؟ إن في وسط الثوار لما قاموا كان في مندسين بدأوا يخربوا، الجيش تصدى لهم. أول ما الجيش تصدى مجلس الأمن اجتمع وأعلن إن الجيش العراقي بيستخدم قوة مفرطة ضد الشعب، فعملوا حاجة اسمها الحظر الجوي، تنفيذ الحظر الجوي العراقي. إيه هو الحظر الجوي اللي إحنا ما كناش فاهمينه وقتها؟ الحظر الجوي في أربع خطوات اتعملوا في العراق واتكرروا في ليبيا. رقم واحد، تدمير الطيران والدفاع الجوي بتاع الدولة. نمرة اتنين، تدمير البنية التحتية على الأرض، ما فيش مرفق من المرافق، لا محطة كهرباء ولا محطة مية ولا سكة حديد ولا أي، يعني كل المرافق اتدمرت. نمرة تلاتة، راح مدمر الأسلحة الرئيسية للجيش. أربعة، تدمير الجيش. يعني هو دمر الجيش، أمريكا دمرت الجيش، دمر السلاح وساب أسلحة صغيرة. خلي بالك بس من حتة الترتيب ده مهم جدا، ضرب ليبيا. الترتيب مهم اهو. راح أعلن تسريح الجيش، إلغاء الجيش، فما بقاش في جيش. الناس روحت سايبة السلاح، الأسلحة الصغيرة، البنادق والرشاشات والقنابل. هنا راح الناس انقضت على هذه المخازن، خزت الأسلحة الصغيرة، وبقى السلاح بدأ كل الناس. واحد معاه سلاح عايز يعلن رئيس جمهورية، رئيس إمارة، وبدأت الحرب الأهلية. فالحد الفاصل هو اعتداء الجيش. ده كان مفروض مصر يتعمل فيه كده. هو البداية. إيه اللي حصل؟ هو البداية بقى؟ اللي هو بيقال عليه اللي هو ضبط النفس. إيه اللي حصل بقى في مصر؟ كانوا عايزين يستثوروا مصر بالشكل ده بأي شكل من الأشكال. حصل في ميدان التحرير تحديدا. يعني كان في عربية مدرعة موجودة، راحوا ولعوا فيها بالجنود اللي فيها. عمل ايه؟ شوف حكمة القائد. بالليل الوحدة دي كلها بالكامل اتشالت بدون اي محد يحس بيها، وراحت لمكان بعيد خارج القاهرة، وجابوا وحدة جديدة ولم يعلم ولم ينشر في القوات المسلحة اي شيء عن هذا الحدث. فالناس اللي جم تاني يوم الصبح بيتعاملوا مع الناس بمنتهى السعادة وبمنتهى الاريحية، واقفين معاهم، مفيش طار، محدش بيتكلم، مفيش غضاضة، هو مش عايز طار. دي نقطة مهمة جدا. مفيش طار. ان ايه؟ ان يتقال فيه انا لو رحت وشفت زميلي ولع فيه امبارح، لا، على الاقل فيه الايه؟ الاثارة، الصقر، الغضب. منع دي خالص. هو قدر ان هو قابض يعني على قطعه من الجمر، قطعه من الجمر، وهي دي النقطه اللي قطعه من النار دي. بقى اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتكلمهم ثلاث مرات. المره الاولى في مسبيرو وتعداها، قدر يتعدى تخطاها. النقطه الثانيه في محمد محمود، ودي كان يحصل فيها الحرب الاهليه ممكن تكون موجوده وتخطاها. الثالثه بقى في موضوع بورسعيد اللي كان فيه عناصر خارجيه لاثاره هذا الموضوع. اظن انه اهم فعلا شيء يعني من حوارات حضراتكم، قدر ازاي ان هو يحمي يعني الجيش ما يصطدمش بالشعب، وهو ده اللي حمى هذا البلد. فضل الجيش والجيش الوطني المصري اللي هو دي مش كده بس. يعني قلنا في مصير دولتين، العراق وليبيا، وان الجيش يفضل الحرب عليها وتنفذ عليهم الحظر الجوي. انما نيجي لسوريا واليمن، حصل فيهم شيء تاني برضو خرب البلد اكتر، ان الجيش انقسم على نفسه. في سوريا بقى في جيش واتنين وتلاتة. لا، في العراق انتهى. تمام خلاص. العراق وليبيا دول زي بعض. خلاص لغى الجيش. انما في سوريا بقى في جيشين، تلاتة. في اليمن بقى في جيشين. احنا الجيش احتفظ بقدراته، بوحدته، بقوة التماسك بتاعته.